أما آسيا أو أول شيء بالمناسبة بترشح نفسك لمجلس اتحاد قدم جديد؟ لا أعتقد. آسيا أنت والأستاذ قصي الفواز كلكم أيضا من ضمن الأسماء الموجودة يعني في الانتخابات. نعم، الترشيح يعني تم من قبل فترة، نسأل الله التوفيق، يعني جالسين نعمل كل جهدنا نشوف كيف تقول الأمور إليه. يعني ما في انسحاب من آسيا؟ إلى الآن ما في انسحاب. طيب عضوين من الأعضاء السابقين في اتحاد القدم استقالوا، تركي الحقيل ويزيد التويجري، مين حيتعينون مكانهم؟ من المرشحين؟ مثل ما قلت لك، أنا إلى الآن اليوم كان القرار، ما اجتمعنا اليوم، في بإذن الله بيكون بكرة وبعد في اجتماع وبناء عليه نشوف إن شاء الله. طيب رسالتك الأخيرة توجهها لمن وماذا تريد أن تقول للجمهور؟ رسالتي للأندية، أقول بإذن الله أنه نعمل مع بعض احنا يعني كاتحاد، لا يستطيع العمل لوحده بدون تكامل مع الأندية، وهذا شيء ضروري جدا، لأنه أنتم الأساس هم الأندية، هم ثم يأتي الاتحاد، فبإذن الله أن نعمل مع بعض بحيث أنه نكون إن شاء الله يعني المظهر اللي نطلع فيه إذا طلعنا كويسين فهو من صالح الأندية، وإذا هم طلعوا كويسين من صالح الاتحاد. الاتحاد ما حد وصي على الثاني، لكن احنا نعمل، يجب يكون عملنا عمل تكاملي بإذن الله. سؤالي الأخير إذا سمحت، لمصلحة كرة القدم السعودية أن يبقى الأستاذ لؤي السبيعي رئيس اتحاد القدم حتى نهاية الموسم أفضل؟ ما فهمتك، أنه من مصلحة الكرة السعودية أن يبقى لؤي السبيعي؟ مو شرط، بس اليوم يعني في نظام أساسي ويجب أنك أنت تمشي على النظام الأساسي. النظام الأساسي يقول أنه في حال استقالة الرئيس النائب يحل، يكون هو من يسير الأمور إلى أن تعقد جمعية عمومية. أنا ليش سألتك هذا السؤال؟ قلت لمصلحة كرة القدم السعودية حتى لا ندخل أيضا في أسماء جديدة ومعترك جديد، وحنا خصوصا في موسم حصاد يعني في آخر الموسم. أخي طارق ماتي، اليوم أنت يجب أن تتبع النظام الأساسي الموجود عندك. النظام الأساسي هذا ما هذا ما ينص عليه. الله يعينك إن شاء الله يوفقك في المرحلة القادمة. آمين آمين حبيبي. موفق خير إن شاء الله أستاذ لؤي. موفق خير. الله يجمعين طول العمر. شكرا لك.